جلسة نهاية الأسبوع الخميس انخفاض في كافة المؤشرات للمؤشر اي تي جي اكس 30 حوالي 13,658. النهارده ملاحظين في الجلسة مبيعات من المؤسسات المصرية والعربية عكس الأجانب، كان في شراء الأفراد المصريين. ملاحظ الجلسة انخفاض في كافة القطاعات، قطاع البنوك وقطاع الخدمات المالية كان في انخفاض ما عدا قطاع الرعاية الصحية والأدوية اللي هو كان ارتفاع. إجمالي الجلسة النهارده تعتبر جلسة متوسطة، أحجام التداول النهارده بتتكلم في 478 مليون جنيه، دي يعتبر أحجام تداول متوسطة. ده بخصوص جلسة الخميس. جلسات الأسبوع احنا المؤشر في نقطة عرضية زي ما بيقولوا، احنا بدأنا الأسبوع ب 13,850 مع نهاية التعاملات بكام 13,358. احنا نزلنا يعتبر نزول عنيف. الأحداث اللي في الأسبوع كان في اكتتاب شركة قطاع الأدوية، الشركة دي تداولت من الأربع، الاكتتاب طبعا كان مكتئب للآمال، نزل عن السعر الاكتتاب فده عمل بلبلة في السوق. اصلا السوق كان فيه مشكله، اصلا العرب اغلبيتهم في السوق بقالهم فتره مش موجودين. الملاحظ في السوق اصلا كان اكتتاب احدى شركات البترول في الخليج، ده اللي عمل بلبله للسوق، عمل بلبله للعرب، بداوا يسحبوا استثماراتهم من السوق فكان فيه تسييل، فده اللي عمل المشكله اللي عندنا في السوق المصري. احجام التداول قلت اجمالي الفتره الماضيه يعتبر فتره نزول السوق المصري. توقعاتكم بقى الاسبوع ده؟ التوقعات مرتبطه باخبار ايجابيه، طبعا مش اخبار ايجابيه في السوق. احنا في اخر السنه في تقفيل مراكز بين الصناديق، الصناديق بدات تفوت بالنسبه للاسهم، عندها الاسهم بتنقلها لكذا صندوق بينقل لبعضه في الاسهم الرئيسيه والقياديه. اعتقد الفتره القادمه هتبقى فتره عرضيه، لو فضلنا باحرام التداول كده هنبقى في نزول للسوق.